أسألك أيضا خلف موضوع أداء الإعلام. طبعا النجم البطل الحقيقي لهذا المشهد المشهد الماضي هو الإعلام الجديد بلا شك، الإعلام الجديد أو إعلام الناس اللي هو يعني الإعلام العفوي. طبعا أداء الإعلام على صعيد التغطية وعلى صعيد يعني يعتبر يعني أدم عليه مثل ما يقول محمد، أو حتى إذا أقل فهو أقل قليلا، يعني فعل الصحفيين أقصى ما يستطيعون، فعل كتاب الرأي في أقصى حدود السقف اللي متاح لهم، يعني أقصى ما يمكن أنهم يروحون. إحنا ما يعني ما نتكلم، إنما لازم يكون فيه يعني في أشياء ثانية في الإعلام. مثلا الأخوان اللي كلموا أغلبهم محتجزين، وأنا جاي كلمت يعني مجموعة من الأخوان في زملاء في الجريدة أو ناس عاديين أو قراء أو كذا، أغلبهم محتجزين. مثل هذه هو دور الإعلام، بمعنى وزارة الإعلام، بمعنى أنه لو كان فيه يعني مثلا قلنا هيئة إدارة كوارث فيها إعلام وفيها دفاع مدني وفيها يعني مختلف الأطراف فيها مرور وكذا، كان أنت في الدول الثانية في أي دولة في العالم عندها أبجديات الإعلام، تفتح الأفهم يقول لك الشارع مقفل لا تطلع شارع فلسطين، لا تطلع يعني يكون الراديو هو المنقذ، أنت منين تأخذ تتصل بالناس يقول لك اطلع بالطريقة الثانية. الإعلام ما أدى أي دور، الإعلام أقصد اللي هي وزارة الإعلام يعني كانت تغطي زيها زينا تقول رايها، وهذا مو بدورها، يعني هذا دورها أكثر. المفروض حتى لو يعني شركات اف ام خاصة، لأنه لو كان في هيئة كوارث أنها تتصل فيها وتدل الناس، الحكاية الرسائل اللي توصلك هذا نوع من الإعلام، الرسالة اللي توصلك وتقول لك لا تروح المدرسة اليوم أو لا تروح الجامعة، مثل ما قال محمد الجامعة مسؤولة عن احتجزة العالم، اللي هي الوسائط الإرشادية. يعني الأخ حسين قال أنهم أصدروا وحذروا وكذا، إيش استفدنا حنا من هذا التحذير مثلا؟ هم ما قصروا، سووا اللي عليهم. إذا ما كانت الجهات المعنية وصلها، المدرسة قالت لطلابها لا تجون، يعني في الرياض اللي يقول أنه ممكن وعطل الدراسة، عطل الدراسة يوم أو يومين يعني بمجرد يعني هطول الأمطار، كان فيه يعني تفاعل إيجابي سريع. في جدة العالم الآن يكلمونك، يعني الكل محتجز في مكانه، ما ندري هل الناس. طبعا لازم يعني نحيي أنه في كثير ناس يعني فزعوا، وهذا مو بغريب عليهم، وساعدوا ناس وساعدوا نساء محتجزات يعني شبابا ورجالا وكذا، يعني كان لهم دور. وهذه الطاقات، طاقات الناس يجب أن توظف، يعني المتطوعين أو غيرهم يجب أن يوظفون، بمعنى أنه في قدرة على الاستفادة منهم، استفادة يعني منظمة، يعني فهذه أهم الأشياء اللي تتعلق في الإعلام. أما أنه الإعلام يقوم، الإعلام نعم يقوم بدوره، لكن مهما كان يعني العالم صار قرية صغيرة ينقل على الهواء. الآن في موقع تويتر من العصر إلى الآن الناس تقول لك طبعا يعني أول طبعا بأول يعني، ولكن يعني هذه الإذاعات ولا يعني حتى ولا صحف ولا تلفزيون حتى تقوم بدورها وحتى توعي الناس، طبعا زي أي مكان في العالم في الإفهم، إذا ما كان فيه وصول المعلومة سهل، أو في وعي بأهمية الإعلام اللي هو موجود معك في سيارتك، موجود معك في موبايلك، بالضبط. في مشكلة كبيرة، يعني المشكلة أيضا في الجهات الحكومية المسؤولة، هذه مشكلة أخرى. عموما راح أخذ تعليق أخير أستاذ محمد منك على 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 أحداث اليوم في دقيقة إذا سمحت. نعم، أنا إذا سمحت لي أنا ألتقط آخر ما قاله أبو فهد، وأقول يعني إدارة كوارث أو غرفة عمليات لنقل هذه مسؤولية الأمارة ومسؤولية محافظة جدة، وهي يعني العام الماضي كان يجب أن يكون إنذارا لها، فيفترض أنها أعدت الوسائل على الأقل التي تتيح للناس أن يتخلصوا منها. يعني لم يأتي المطر مفاجأة، لم يكن مفاجأة هذه المرة، فلماذا يعني دفعنا ثمن وذهب ضحايا والآن المحتجزون يعتبرون ضحايا، وبعدين إيش حكاية عكاظ كلهم محتجزين يعني ما بقى لنا لا في والله محتجزين من صحيفة الحياة في من صحيفة موظفين الإعلام وزارة الثقافة والإعلام في السعودية 60 موظف في مبنى التلفزيون في جدة. عموما معي مداخلة الحقيقة من الأستاذ خالد دراج رئيس تحرير شمس، أهلا وسهلا فيك. طيب سريع لأنه الوقت بدأ يداهمنا، تعليق أيضا أستاذ خلف على أحداث اليوم. ما تعليق أنه نستفيد من الدروس. أحداث اليوم الغريب فيها أنه أمس كان مطر، كان مطر غزير، يعني المفروض أنه كان فيه يعني وكانت واضحة المسائل أمام الجميع، وأنه يعني لا نقرأ التاريخ لا نستفيد من الأحداث. هذا يعني المطلوب فقط أنه توضع يعني أشياء حقيقية، اللي ينقال يتنفذ، هذا هو المطلوب. يعني إذا
يعني احنا شفنا الفساد وقاعدين يعني نسولف عنه ونقول وكذا والى اخره، يجب ان يتوقف التضليل. يعني الان المشكله مزدوجه، فيه تضليل في التصريحات، فيه تضليل في بطء في التعامل مع الحدث، يعني فوق المشكله القديمه اللي هي الفساد تجددت مشاكل لتلافي الاعلام مثل ما تقول، علشان تلافي النقد وتلافي الكذا قاموا يضللون الراي العام. نعم يعني وهذه مشكله مزدوجه. نعم خالد دراج، اهلا وسهلا فيك استاذ خالد، رئيس تحرير صحيفه الشمس، تفضل. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. تحياتي لك ولاخونا ابو فهد والاستاذ محمد في الرياض، وانا يعني ربما من اعتبره من سوء حظ انه كنت افترض اكون معكم اليوم بالاستديو، ولكن لعله من حسن حظ البرنامج انه ابدلكم الله من هو افضل الاستاذ محمد الحين. يعني لا لا كنتوا الاثنين المفروض جايين، ما في احد بديل لحد ابدا. تفضل. ما قصر حقيقه. انا اولا يعني ربما حنتحدث عن بعد، انا في الرياض موجود الان ومتابعه متابعه اعلاميه بحته، يعني ولو كنا في جده ربما كان الامور تختلف بشكل اكبر، وربما حتى نبره الحديث والتعليق قد تكون اكثر تعاطفا، ولكن ربما هذا المشهد اصبح مألوف. يعني انا ما ودي اطيل عليكم بالتعليق بحكم انه انتم في نهايه الحلقه، ولكن انا ودي انطلق من في التعليق على احداث اليوم من توجيهات الملك وهو خارج البلاد وإن شاء الله يعود بالسلامة، وهو يتابع هذا الحدث، وفي المقابل للأسف نجد أن الأمور على الميدان لا تتحسن بشكل أو بآخر. أنا شخصيا أؤمن بالقضاء والقدر، وهذا دول العالم تتعرض لهذه الأمور وهناك عواصم عالمية وكبرى. لا أتحدث أنا عن قبل حادثة الأربعاء السابق، أنا أتحدث منذ ذلك الأربعاء وحتى اليوم. كمية الأمطار كما ذكر الأستاذ القحطاني 111 ملي ما في شك مرتفعة، ولكن أنا أتحدث فقط منذ ذلك التاريخ، منذ لجنة تقصي الحقائق حتى الآن الذي تم. إن كانت هناك خطط ورحنا تفاجأنا أنه حتى الأنفاق التي دشنت قبل أسبوعين من الآن تحديدا بالضبط قبل أسبوعين من الآن للأسف هي أكثر المواقع اختناقا. لا نريد أن نفتش في المشاريع القديمة وفي والأملاء السابقين، نتحدث فقط عن هذه الأنفاق الحديثة. نعم أستاذ خالد. نعم أستاذ خالد أشكرك حقيقة، إحنا في نهاية البرنامج. شكرا لك أستاذ خالد دراج رئيس تحرير صحيفة شمس. أشكر الحقيقة الأستاذ محمد السحيمي الكاتب الصحفي في صحيفة المدينة على حضور في استديوهاتنا في الرياض. أشكرك أستاذ خلف الحربي الكاتب في صحيفة عكاظ على حضورك هنا في استديوهاتنا في أبو ظبي، وكنت أتمنى ولازلت وسنلتقي إن شاء الله في ظروف أحسن بإذن الله. أستاذ محمد في نهاية بس بقول شغلة، أستاذ محمد السحيمي قال أنه الناس بعض المسلمين ممكن يفرحون بأن المنسوب علي حتى يكون مبرر لهم في تصريحات قد لا تروق لنا جميعا وما هو توقيتها، لكن أحب أذكر أنه في العام الماضي وكيل أمين مدينة جدة قال أنه الأمطار التي هطلت على مدينة جدة لم يهطل على أي مدينة في العالم أمطار مثل تلك الأمطار، وكان حقي تصريح ما في لا احترام للناس ولا احترام للوطن. أحب أقول أيضا أن الناس المتدينين أو بعض الفتاوى اللي راح تظهر أتمنى الصمت، لا حد يجي يقول أنه الأمطار هذه بسبب الذنوب اللي تصير في جدة، لأنه هذه اسطوانة مشروخة والوطن يحتاج إلى رؤية مختلفة غير مثل هذه الفتاوى وغير مثل هذه التصريحات. دائما نلتقي في هلا في أمان الله.